مشاهدينا الأفاضل، تحية حب تجمعنا وياكم، تحية حلوة معطرة ومرششة ومبخرة تحمل كل معاني الطيب، مهدا لكم من أسرة تلفزيون دولة الكويت عبر قنواتها الأرضية والفضائية. عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم، صيام مقبول وذنب مغفور. أتمنى يا ربي أن تكون كل أيامنا أعياد بإذن الله. واليوم راح أصحبكم بساعة جميلة مميزة، ما نقايل ليش، حياكم. خالد شو سويت فيني كذي؟ أنا أختك منيرة. مسلسل لك يوم من الأعمال الرمضانية التي حققت مشاهدة كبيرة في الكويت ومنطقة الخليج، عندما أظهر العمل تناقضات حياتنا اليومية وعلاقاتنا مع بعض المقربين منا بسبب تراكمات ومواقف كانت الدعامة الرئيسية لنجاح العمل بتسلسل أحداثه وتعدد خطوطه. أبطال العمل وعلى رأسهم النجمة هدى حسين، وبمشاركة حسين المنصور وهيا الشعيبي وأحلام حسن والقدير محمد جابر وكوكبة من النجوم الشباب، ترجموا بعفوية والصدق ما جاء في فكر محمد النشمي الذي وصل إلى درجة نضوج التأليف المتكامل حين رسم بإتقان تماسك الخطوط الدرامية بين شخوص العمل. كما كان مسلسل لك يوم البوابة الأولى للمخرج أحمد الشطي في الدراما، فكان على قدر الثقة والفرصة وبدا جليا دراسته بعناية لأبعاد كل شخصية في العمل على حدة وبتفوق. نجوم مسلسل لك يوم، عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. من بنات من ولدك خاف؟ يلا تعالي مرة عالدك بهالفوطة من الغبت خاف ولا لا؟ عيد هالهلالة للطرب يحلالة. حياكم الله حبايبي، ولكم التحية باسم كل مشاهدي تلفزيون الكويت أو مشاهدين كل الدول العربية ومن تابع وشاهد تلفزيون الكويت. ومثل ما قلت لكم، السنة كان تلفزيون الكويت على قدم وساق. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل هؤلاء النجوم اللي حقيقة أسعدونا حقيقة في رمضان، وستبقى هذه الأعمال خالدة بإذن الله. باسمكم جميعا أرحب بالفنانة القديرة اللي كانت طفلة التلفزيون اسميها أنا، وما شاء الله أنشأت وأصبحت الآن سيدة من سيدات الشاشة، هدى. يا حياك الله حبوبتي. يحييك أستاذ محمد، وكل عام وأنت بخير وعيدكم مبارك، وعسى الله يعيد عليكم هالأيام وإحنا بخير وبأمان بهالديرة الطيبة هذه. يا رب. وتحية خاصة طبعا من أمورتنا ذو الابتسامة الحلوة يا شعيب. الله يحييك، ومشكورين على الاستضافة الجميلة، وأنا وايد مبسوطة صراحة فيك وباستاذة هدى والشباب اللي معانا استاذ أحمد الشطي. وكل عام وانتم بخير، صحة وسلامة إن شاء الله، تعودونا كل سنة إن شاء الله بهالجمعة الطيبة الحلوة إن شاء الله أجمعين. وتحية تخص شاب مميز وتميز بإذن الله، محمد النشمي. حياك الله المؤلف المتميز، اقول انا اقدر. الله يسلمك، مشكور ما تقصر، وعيدكم مبارك. مساكم الله، ونشكركم على الاستضافه الحلوه هذه، وانا وايد سعيد اني موجود معاكم اليوم. يا حياك الله، تلفزيونكم وبيتكم هذا. الله يسلمك، حياكم الله. اكيد ولد رفيجي واحب ابوه واموت عليه، ورفيج عمري من واحنا صغار يوم بالنادي، وهو زميلي حبيب الاخ احمد الشطي. مرحبا بك. مرحبا استاذ فؤاد، المخرج فؤاد الشطي. اهلا 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 عمي ابو عبد الله، الله يحييك. تسلم طبعا. وكل عام وانت بخير، وعيدكم مبارك، وان شاء الله تكونوا عايدين فايزين يا رب. يحياكم الله حبايبي. انا مثل ما وعدتكم نخبه جميله، شوفوا قدامكم كام طبعا ذلا نادر ما صيدهم اصلا كلهم. هدى، نجح المسلسل طبعا بجهودكم الطيبه، وطبعا اخذ صدى جيد، وشهادتي انا لا تقبلون شهادتي مالكم فين، لان انا اولا احبكم وفي نفس الوقت يعني تلفزيون الكويت، لكن ايضا نقبل منك حتى لو كان رايك كذلك نقبل منك استاذ ابو عبد الله، انت يعني استاذ كبير، وانا حقيقه اول ما دخلت الاستديو عرفت انك انت اللي تقدم السهره، فعلا يعني شرح صدري واستانس، وعودة الى الماضي مثل ما يقولون. اسال الله يعطيك الصحه والعافيه. وهدى في يوم من الايام قابلتني حقيقه تذكرينها، ويعني مفتنا، ترى اسمها مو محمد لويس، اسمه يعني كمفتنا قال شيء. طيب احنا نقول المسلسل نجح بدون يعني، اخذ مقاييس جميله من كل النواحي، واخذ بروستيج جيد طبعا، وشاشه التلفزيون الكويت مشاهده.
انت ما مدى رضاش عن العمل ده؟ مش رضا الكامل عن العمل. ماكو انسان يرضى عن عمل، استحاله، يقول ودي كان سويت شيء، لكن انت في العمل هذا بالذات ابي انا ما كنت راضيه كل الرضا. يعني القصه كانت عاجبتني تماما لمحمد النشمي. جلسنا اكثر من جلسه مع محمد وتعبنا حرام معانا، وشال وغير وشال وغير الى ان ظهر بالصوره الاخيره اللي حضراتكم شفتوه. كنت اطمح انه نقدم بعد اكثر، الامكانيات تكون اكثر من اللي قدمتها. انا طبعا ما اقدر اقول انه والله انا قدمت وحطيت، اللي الله قدرني عليه سويته، بس يمكن انا صحتي في هذا العمل ما اسعفتني. كلهم يعرفون انه انا عيوني شويه تعبتني، كان ممكن يكون في اداء اكثر من كذي عندي، كان ممكن يعني في بعض الثغرات مثل ما حضرتك تقول، الواحد لو يكون يقعد يقول اخي ليتنا كنا مسوين كذي، هني كان كذي المشهد، هذا كذي، لو استخدمنا كنا مثلا انا واحمد الشطي لما نستخدم الكاميرا الطياره، ما اسعفني الوقت انه انا استخدم الكاميرا الطياره، هو طلبتها وقلت له تم حاضر راح اجيب لك اياها الكاميرا الطائره اللي هي الطياره هذه، ونجيب الناس اللي يشتغلون عليها، واصر هو عليها، لكن ما اسعفنا الوقت، فانا حسيت اني انا خذلته في هالنقطه انه انا ما يبتلى الكاميرا الطيار اللي هو يبيها. لكن بشكل عام ولله الحمد العمل متابع، في هناك من الآراء الإيجابية، في هناك من الآراء السلبية، نأخذ بالآراء السلبية، الآراء الإيجابية نقول لهم شكرا وإن شاء الله راح نحافظ على هذا. يعني بالدرجة الأولى أن أنا أشتغل أيضا باسم تلفزيون الكويت، هو يعني أول من أقبل علي بشراء هذا العمل. الآراء السلبية طبعا يعني قد أتفق معها وقد لا أتفق معها، لكن أيضا تؤخذ بالاعتبار، ونظل إحنا نتعلم دائما من هذه الآراء، واللي ما يسمع الآخرين ويسد أذاني أنا أعتقد مش حينجح في حياته ولن يستمر. لو أي أحد آخر، أنا قدمتك في البداية قلت أنت تربيتي في الشاشة طفلة، نعم، وما شاء الله أصبحت الآن من سيدات الشاشة اللي يطلق عليها هدى، ويكفينا شرف ان شرف يعني لي استاذ جد كلمك، الله يحفظك. احنا عشنا عمر مع 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 بعض، ونعرف تدرجك ونعرف السلم اللي طلعتي منه خطوه خطوه، فاي شيء تحاسبين عليه احنا نحاسبك عليه اول قبل الناس طبعا باذن الله. هي ايش عيبي طول عمرك مثل ما نقول كريكره، كل خلق الله يشوفك يضحكون، ايش وداك وصرتي ام وجادة، أم جادة، إيه لا، وأم صجية، وأم صجية عارفة جادة حلوة يا حلوة وبعدين لاحظتي أول ما يطبت على الكاوكاو عندي سكر وأقول هيا ويلتي أي والله حلو خوش كاكاو شيلوا عنها هاي دعاية بس بعدين بقولها أي خوش كاكاو. شايفة أنت الآن، أنت الآن في اعتقاد يعني عشان أطالع هدى، أنا انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، مثل الله يرحمه إسماعيل ياسين عطيتي بطولة كاراتيه، انت انت لعبت الدور الحين كذي من هي الابتسامتي الى ام، ايه انت شنو حاسه الموضوع؟ والله انا حبيت الموضوع، ولما قعدت معها تداوي بالمكتب وصدمتني بالدور وقالت لي عن الدور، قلت لها خافوا ده انا ما اصير قده يعني، او انه يعني لان كله دراما مدراما، حتى لما نشوت المشاهد نخلص اصارخ على احمد اقول له ما ابي دراما ما ابي امثل دراما، ما احب ابكي، ما احب اسوي تراجيديا. التراجيديا من مش انا، والله انا منصدمه من نفسي، يعني انا بالعكس انا يعني اشتغلت دراما مع استاذه حياه الفهد وكذي، وفي عندي بعد حلقه بسلفي هم كانت دراما مع استاذ ناصر القصبي دور بنت الخجوله والهذا، لكن بصراحه اقول هدى حسين خلتني اثبت وجودي في الدراما الكويتيه صراحه، ان يعني انا يعني بدون ما افتخر بنفسي واقول انا يقولون عني الكوميديانة الاولى وما ادري شنو، لكن التنوع مطلوب والتغيير مطلوب بلا شك، فحتى بحياه الانسان في تغيير في تنوع، فانا مستانسه من اللي سويته للامانه. بس انت قلتي هدى، يعني حملتي هدى الموضوع. اي هدى، هدى قالت يعني لي كان جربي، قال لها دور، أي صح، كان لها دور صح كبير، ان شخصيه حصه اللي هي خلتها الاميمه اللي تحب ولدها وتدلع ولدها، هي ايضا بنفس الوقت امراه حقانيه، يعني صحيح اختها بدريه انسانه فيها كميه من الشر طبعا، وهذا ما جاء الا من
يعني تاريخ لها مع زوجة الأخو. اعتقادك هي لبست الدور؟ اي انا لما قلت لها هي قلت لها هي ارجوك ما ابي افيه ينقط، وفعلا التزمت تماما. قلت لها لا تقطين الافيه الا اذا في مكانه واستدعى وبرضى المخرج. وبرضى المخرج يعني اذا استدعى المكان قولي. وفعلا التزمت. التزمت ابدا يعني. ليش انا ابو عبد الله بطله بطل. لا شوفي انا في اعتقادي الفنان كنير الذهب وين ما احطه يبقى. لا ومطواعه جدا معاي في اللوكيشن، وايد وايد مطواعه. هي طبعا تخلق جو جميل القشمره والضحك في اللوكيشن، لكن وقت الاكشن لا تلقاها وهي تقول يلا يلا. في 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 بعض المشاهد اللي تحتاج الى البكائيات كانت يعني حلوه، ادتها بصدق وادتها باقتدار مع المشاهد اللي فيها النجره والهواش مع اختها. انا اعتقد يعني ادت مشهدها يعني بشكل جميل ورائع وبشكل جدي يعني. لا هي اثبتت وجودها، هي صحيح مثلت كذا شخصيه اثبتت وجودها. حتى في مشهد هو كان دراما صراحه بس انا غطيت وجهي وضحكت. بس برضو شوفي يعني في اقتناع الناس ككل انك نجحتي. أيوة والله. وبشهادة هدى. أيوة أيضا كذا. طيب انا لما هدى عندها مشهد تينا تي بضاعة جايبة بضاعة جنطش كبرى، عاد انا اموت على هالسوالف. الحلقة الاولى. الحلقة الاولى. فلما هدى بطلت الجنطة دراري تيننت. هي تطلع ده وانا عيني على الدراري. يوم قالوا كان هدى خلنا نشتري، كان تقول دراري ايش تشترون؟ مشيستهم وحطتهم الله يخلي لها خواتها صراحه استاذه نجاة يعني ما قصروا، ومشيسين لها وحاطين لها اكسسوارات. خلي بالك خلي بالك تتعاملين مع اسره فنيه كان. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك. الاسره الراقيه يا رب يا رب. جميله جدا حبيبتي يا بعد عمرك. اخ محمد أنا حقيقة مثل ما يقولون هدى لما تي وتجزم على أن تاخذ عمل لكاتب ولد يعني بسنك، شنو وجدت الصعوبة في كتابة النص أصلا؟ لأن أنت قاعد تشتغل مع ناس ذو خبرة كبيرة يعني، كيف لما كتبت النص هل ترسم انت كل دور قاعد تكتبه؟ شوف انا بقول لك شغله عن النصوص اللي كنت اكتبها قبل ما اشتغل مع الاستاذ هدى. طيب ممكن تعطيني فكره بس كم نص كتبت انت قبل هذا؟ انا في رصيدي تقريبا 7 اعمال. ما شاء الله، قولهم لي ممكن. عزف الدموع كان اول عمل في 2006، بعدها اشتغلت بنات الثانويه، بنات الجامعه، ما شاء الله، سيده البيت، نعم، اول الصبح، ومنطقه محرمه، ولك يوم هذا المسلسل ما شاء الله السابع في رصيدي. قبل كنت لما اكتب احاتي رده فعل الناس، اني قاعد اكتب المشهد قاعد افكر بالناس المشاهدين. نعم. لما اشتغل مع الاستاذه هدى، الاستاذه هدى ما شاء الله عليها وايد دقيقه. يعني حتى مو بس الحوار، تركز يمكن حتى على السيناريو، طريقه كتابه السيناريو، فاحاتي رايها هي، لما اكون قاعد اكتب المشهد قاعد احاتي رايها هي شنو بالنص اللي انا قاعد اكتبه. ليش قلت لك انا هدى؟ اي طفله ربت في التلفزيون وشفت الاعمال انتم. فبالتالي ما ينغفر لها اي شيء يسمونه، ومن اسس شيء قوي يطلع عليه قوي. فبالتالي مسؤوليه، لا تلوم حرصها يعني. طبعا بالعكس انا تعلمت من هذا الحرص، ويعني دائما كنت اقول ان العملين اللي اشتغلت فيهم مع الاستاذه هدى انا تعلمت منهم كاني دخلت في ورشه فنيه تعلمت فيها خط جديد، يعني خاصه ان انا دخلت في خط درامي جديد في كتاباتي من خلال مسلسل منطقة محرمة ومسلسل لك يوم. تدخلت في شغلك صلحت شيء؟ وايد ساعدتني. لا. يعني وايد كنا أول بأول هي معي حلقة بحلقة. كنا الواقعية نبيها 100%. نبي المجتمع هو مشاكلنا، خلافاتنا، ظروفنا، حياتنا، الطبقات، الفئات، نبي الواقعية. وفعلا ترى على فكرة الناس حبت لك يوم عملك لأنه واقعي 100%. يعني أحداثه من بيتنا، حتى حواراتنا من البيت نفسه. في البيت يقول لك هذا عندي، وهذا تقول هذا زوجك، وهذا تقول هذه أختك، وهذا يقول هذا ولدك. كذي الواقعية جدا يعني مهمة، لأنه أنت من خلالها تقرب للناس، كل واحد يجد نفسه في هذا الدور. ولا يقدر يكتب الأمور هذه إلا ولد بطنها. طبعا طبعا. شوفي حتى لو جبت أعمال واحد من برا يكتب طبعا ما راح يعطي الصورة اللي أعطيتها أنت. محمد مرن، لأنه محمد بعد ذكي الإنسان لما يكون فلكسبل ومرن مع الآخرين ويأخذ الآراء أنا أعتبره ذكاء. محمد ذكي في هذه الشيء. ما قلتي له أنا دور حصة؟ هو كان يبيني دور
احلام حسن. اي فاجاتني ان هي بغت دور منيره، فقلت له لا عطني دور منيره ولي سبب. يمكن الناس تقول لك ها هذي عشان تظهر مثاليه، لا مو هذا، مو هذا السبب، لان السنه القادمه عندي وحده شرانيه راح اقوم فيها فابي التنوع. شنو ردت فعلك علي؟ شهدوا عليها شهدوا. اي بكون شريره. انت بقول شيء واحد، انت انت في العمل هذا كلكم على فكره يا تركيبه غريبه، شوفوا التركيبه اللي جايه. المخرج احمد ابوه طبعا من المخرجين المتميزين مسرحي، وطبعا كله كان يصارخ علينا اول، حتى في يوم كنا في الانديه الصيفيه هلا بهلا قلت له احنا نغني احنا معمار ما نمثل يا فؤاد، وهو ادارته كذا كذا. هدى حسين لما تسند عمل لمخرج شاب بسنك، يعني مع احترامي هدى طبعا لها باعها الطويل وكذا وكذا، شنو وجدت انت؟ شوف في البداية خلها من خالتك يا خالتك، وانا تحابي لك يعني وما خالها. لا 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 انا لا اجاوبك عمي ابو عبد الله بمنتهى التجرد. هو في البداية انت لما تشتغل مع اسماء كبيرة زين، في البداية تحوشك رهبة، هذه في البداية، لكن من تقتحم مجال العمل تبدأ تعمل بالعكس، انت هني يعني تتوفق في سلاسة العمل، تجد اذن صاغية، تجد نصائح جيدة. يعني أنا دائما أنصح أيضا من 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 ينصحك؟ المخرج عادة ما يرضى في هذا، ما في المخرج إنسان بالنهاية، عرفت؟ والمخرج لازم يستمع بلا شك. بس أنا كمخرج بعدين أنا واحد من الناس، نعم. أنا مدرسة اللي تفضلت فيه فؤاد الشطي، والله والنعم والله ستين، اقنعني أو اقنعك الحجة في وقتها. طيب. عرفت في الرأي الفني. فأنا أقول لك لما تقتحم عمل أنت في أسماء كبيرة مثل الفنان هدى حسين، حسين المنصور، الأسماء الكبيرة، الأستاذة هي شعيبي، الأستاذة أحلام، مش قصورة في البقية، محمد جابر، الأستاذ محمد جابر، أنت في البداية تتخوف، لكن من الدش في غمار الشغل لا بالعكس ترتاح جدا، لأن يزدونك نصائح جيدة ومطواعين وسلسين، وتشوف أنت المشاهد قاعد تشوتها بمنتهى الأريحية. نعم. وملاحظاتك يأخذونها بمنتهى السلاسة. شوف تجربة مثل هذه جد أكلمك يعني مش بس على فكرة كنت تناجر معاك اليوم. هذا اللي هذا السؤال اللي بسأله أنا، هذا السؤال هو يعلم هذا الشيء. هو طبعا مخرج داخل لا رؤية في النص، قرأ النص يمكن مرتين ثلاثة قبل التصليح وبعد التصليح وبعد بعد التصليح، لا رؤية في النص. وأنا كممثلة وكمنتجة أيضا لي رؤية بلا شك، من رؤية من تتغلب على من. وهو مثل ما قالك اقنعيني خالتي واقنعك. انت انا سؤالي، انت اقتنعتي في انك تسلمين عمل مثل هذا؟ احمد انا كان ممكن اسلم اعمالي من اول ما انتجت، لكن ما سلمته من اول ما انتجت. انطونينا ينضج، ابي رايه. كان كل ما يشوف عمل يقول لي رايه في العمل كاخراج كذي، هذا المفروض كذي. قلت اوكي يعني انت يا عمل ثاني. ايه؟ قلت له احمد ايش رايك؟ يقول والله خالتي كان كذي كذي كذي، ابي اشوف يتعلم. اوكي انت فزت بجائزه الابداع الذهبيه لسهرات، وانا اخذت من وراك جائزه ابداع في سهره العقد، اخذتها من عندك انا. صحيح. احمد لما جيت مسلسل لك يوم، فقلت له احمد تخرج عمل لك يوم؟ كان يقول لي طبعا خالتي، طبعا. ما حسيت انه متخوف او انه لا وما ادري شنو هو، لكن هو مثل ما قالك هو محترم جدا، فلذلك اصغر فرد في اللوكيشن يحترمه. بس هذه مهمه بامانه بامانه، لذلك لما يدخل اللوكيشن عارف ودارس نصه وصغير وكبير. استاذ محمد جابر ياخذ ملاحظه احمد بكل امتنان، استاذ حسين المنصور، الاستاذه هي، الاستاذه احلام، عبد المحسن القفاص. صح. الشباب كلهم كانوا ربعه واصدقاء، لانه مهذب جدا، ولما يوصل الملاحظه الفنيه يوصلها بكل اقتدار وبكل ادب وبشكل صحيح 100%. فكانوا يحبونه. هذه شهاده تبروز لك. لا بامانه يعني هذه خلها قريبتك. وانت في نفس الوقت يعني برضو اقول انا ربيت في اسره متكامله فنيه، فبالتالي اذا تاتيك شهاده من هدى بالمستوى هذا، وما شاء الله العمل نجح بكل مقاييسه مثل ما تصورنا احنا كذا جدك. هو في مسلسلات ابو عبد الله اذا احنا كفنانين نشتغلها كوميديا دراما ايا كان،
ساعات في بعض المخرجين يعني اذا انت بتروح تكون صراحه يعني مالك خلق الدش اللوكيشن صراحه يعني عملت الجروب عملت الكل مالك خلق حتى تطالع وجه المخرج صحيح تبي تخلص وتمشي بس تأدي اللي عليك وتوكل على هذا شوف الالفه الالفه هي هذه وايد مهمه وعشان كذي انا بوريكم شغله صغيره حلوه انتوا اصعب بعد ايش رايكم واخيرا شفتك عساك بهالحاله ورده هذا اللي كنت اتمنى لك يا بدريه هاك خذ هذا اللي حاربني علشانه بدر مات خلاص هذه دشداشته امسح دشداشته بويك يمكن تشوف الدنيا صح وتشوف اللي حواليك افا يا خالد حتى ما كلت نفسك تي عند باب بيتي وتقول اروح حق اختي اللي ربتني وتعبت علي واعزيها برايلها روح حق الباب هني يمك تلقى المفاتيح كلها معلقه عند الباب اخذ السياره اللي تبيها يمه اخذ بورش بشاير روز رايز ابوك وايد من الاخوان يعني شوفي مخرجين بالساحه كثيرين وعشان اضمن عملي انا واضمن مبالغ اللي دافعتها هذه انت السنه عملتي مغامره وايد عوده بمجموعه شباب صحيح بتحويل هيا من والى شوفي يا رب وجهك عرض سؤال سؤال لا سؤال جايش انا صبري جايش هذا يزيد في رصيدك زين اشتغلتي مع شاب مخرج بعمل افتكر مغامره كبيره كاتب انا حقيقه يعني في السن هذا يا ربي اتمنى يكون عندنا 10-20 من شكله من مثله يعني وكذلك المخرج شنو المغامره اللي لعبتيها انت شنو المخرج انا يعني قاعده مبالغ انت فلوس خلي باش منتجه انت شو رضيتي ان اقول لك شيء استاذ محمد انا متابعه جيده للشباب والشابات اللي يظهرون على الشاشه ودائما يعني لما اختار اي شخصيه حتى شابه وشابات شنو عمرها 600 سنه لا لا بس انا اقصد اللي هم يصيرون اولادي الله اي اولاد الله يكبر بخاطرك لا انا اقصد انه يعني لما يصيرون صغار اللي هم اولادي اللي بالعشرينات البنات والاولاد احب البس كل شخصيه كل ممثل الشخصيه الصح احيانا بعضهم يقول لي يعني يخوفوني انه لا ممكن ما يؤدي لا ممكن ما يلتزم اقعد معاه جلسه وجلستين وثلاثه واتناقش معاه واخذ معاه واشوف شنو طريقته وحتى اتذكر الاعمال معاه اللي هو سواها فاخذه واحطه في الشخصيه الصح. طيب اذا انا ما اعطيت فرصه، هي ما اعطت فرصه، احمد ما اعطى فرصه، انت ما تعطي فرصه، طيب منو يعطيهم فرصه شباب عيال؟ كلمتني بس هذه مغامره خلي بالك. مغامره بس نجحت فيها. بس. واثقة نجحت طبعا نجحت فيها لانه طالما متابعه الاعمال ممكن متابعه الشباب ما يؤدي لا ممكن ما يلتزم واعرف اميز هذا وين احطه وهذه وين احطه في اي شخصيه وفي اي كاركتر واشوف شنو احيانا انا استشير المخرج استشير معاه اللي هو اقول له محمد في الممثل الفلاني كذا مره محمد في الممثل الفلاني ايش رايك اذا انا ما اعطيت فرصه في المسلسل هي ما اعطت فرصه احمد ما اعطى فرصه انت ما اعطيت نفس الشيء ايش رايك في الشخصيه الفلانيه تنفع اي الفلانه الممثله تنفع قال خالتي مغامره بس نجحت اعتقد لو تبدلينها تودينها هناك وتبين هذه فيها لانه طالما تتابع المشاوره او في انه انت تكون مقدام ومثل ما حضرتك تقول تغامر وانك تجيب الممثلين الجدد على الساحه وتخلق جيل ثالث ورابع احنا بحاجه الى هذا الجيل ولولا الامور هذه وجرأتك انت وكثر الف خيرك ولا راح ينسالك الافضال هذه لان انت حقيقه جدك المش لان قاعد تتعبين وتطلعين جيل وهذا يدل ان انا قلت لك شهادتي مجروحه فيك لان ما حد قاعد ياخذ خطواتك هذه ان اجيب شباب انا اغامر فيهم
هي شلونك؟ ترى كل ما قطع المخرج الكادر منك كلت قاعد تاكل كاكاو خلص الكاكاو وبعدين ايه وبعدين تقعد تشره. سؤال بس، انت هني حقيقه اخذتي دور لحق ام جواهر. اي اي ام جواهر إيه؟ واوس الشطي إيه؟ ولكن دانا المساعد إيه؟ ولكن اغلب الناس قاعد يقولون ان سنكم متقارب. هو سن متقارب لكن يعني شلون انا اصير ام حق يعني واحده تقريبا فوارق العمر مش واضحه بينهم، ولا انا غلطان؟ والله انت هذا صالح مو انا صالح. صالح دويخ صالح راح اذبحه. صحيح ترى على فكره هذه وجهه نظر الله يا صالح. اغلبهم حتى بالبرنامج مالي قبل صالح وبدر الدعي يقول لي حرص على هالسؤال، قلت له حاضر. هو اول شيء انا يعني الناس يمكن قالت النقطه ان احنا متقاربين بالسن انا وجواهر ونفس الحكي قلت حق استاذه هدى، لكن الاداء يفرض نفسه، الدور يفرض نفسه. كانت امكانيتي اني انا اكون امها في ادائي الهادي هذا اللي نازل تمكنت منه للامانه. انا في البدايه ما كنت يعني مقتنع عنها بنتي. بعدين حتى اللبس إيه بعدين حتى اللبس إيه حتى يعني حتى لبسي كنت اختاره انه يكون حق وحده عمرها بالاربعينات. يعني انا ما بقى شيء يعني على الاربعينات خلاص، انا الحين 40 سكتي لا تعلمين إيه. لا عادي وإيه. انزين فالاداء يعني الاداء فرض نفسه ان انا اكون ام لجواهر، يعني ما خذيت الاداء ان انا البنيه الصغيره وهذه بنتي، لا طبعا. وبالامانه احمد كان معاي بكل كلمه وبكل نقطه. ها احمد اقنعتك، يقول لي ايه، ها احمد قول لي شنو، لان فعلا كنت خايفه نفس الكلام هذا ان اللي معاي كانوا شويه يعني في اوس جواهر قول البنيه الصغيره ماشيه. لكن الحمد لله الحمد لله حتى الفانز مالي الانستغرام يقولون كان اداء جميل. طبعا دليل تميزها كممثله انها تمتلك ادواتها و... وعلى فكره الشغله اللي سوتها هذه موجوده من زمان، يمكن النمش بالفتره كان الحاليه ام النمش الله يرحمه الله عليه ام حق عبد الحسين وحق سعد إيه؟ وهو يعني ما مو لا ها بس كان يتقمص شخصيه عبد الله. إيه؟ عبد الله إيه؟ الحين احنا بهالفتره هذه فقط بتحسس من هالموضوع. انزين إيه؟ الله يعطيها طول العمر ام سوزان حياه الفهد، واوجه لها تحيه من برنامجكم. خالتي قماشه ام الله يرحمها غانم الصالح، ام علي المفيدي، ام خليل اسماعيل. إيه؟ انزين العمر ما له شغل، الله يعطي طول العمر من يوم منا شباب. استاذ نوجه تحيه ابراهيم الصلال نفس الشيء، هو اب فنانين. بقول لك شيء، احنا اول ما كان عندنا الامكانيه بنات وايد، خلي بالك ما كان فنضطر ساعات. بس انا عندي رد مقنع اكثر من كذي بعد. هو نحن الان في زمن لا تميز بين الام وبنتها، صح؟ لا في اللبس ولا في الشكل. اصبحت الام لما تمشي مع بنتها ما تقدر تفرق من الام من الام وكانها اختها، وهذا حقيقه. انا امي اللي يشوفها معاي ما يصدقون انها امي السيده، لانها بدات تعتني بنفسها المراه الكبيره. الان المراه في الخمسين كانها بنت الثلاثين، لانها تعتني بشكلها بجسمها برشاقتها بكل ما يجملها، صارت مثل عمر بنتها في النحافة في الشكل حتى في اللبس. فأصبح هذا الزمن أنه والله هذه أكبر. الآن الآن في عمري أنا ممكن بكرة ما يجيني دور أنا أقدر أصير أم هيا شعيبي، أقدر بالكاركتر بالشكل وأقدر أقعد وهي بشكل هذا بعد. ما عاد احنا الرياية كل واحد وياه هطم. أبوريكم تقرير حلو عن هالحبوبة، شوفوا أنا الله وناسة صالح. انا ادري ان انت اللي مخططه حق هالشيء هذا، وانت اللي مسويه كذي عشان تذلين المره قدامنا كلنا. يا ما تخافين من الله، ليه متى تنتقمين؟ ليه متى حب الكراهيه فيك؟ نعم شكو كذي مدرع لا طاقه بابا شيء خوش قاعد يتسبح. يما يعاني يعاني بياكل، خلي تسبح سطان قتيبه يعني. يا ربوع ان شاء الله، روحي المطبخ نزلي تلاقين الاكل بالسخان، قولي حق الخدامه تحط لك اكل. اي اوكي اوكي ان شاء الله يما ان شاء الله. شنو ان شاء الله تبيني انا بعد اوكلك ولا احط لك الاكل؟ استحي على وجهك اخوك بالحمام، يلا روحي طسي. اليوم خوش لمه. اي لا خوش حريم والله. الا قولي لي ام احمد، الموالح هذه الكباب والرول، هل انت عارف هذيل الصغار ايش حلوهم استانست عليهم؟ اللي بعرف من وين؟ انستغرام؟
شوف يا خي على الانستغرام صك على المطاعم. السوم مالك شغل، لا تدخلين بحياه اخوك، اخوك ادرى بحياته، انت خليك بريلك وبنيتك الله يخليك. فيما يعني يرضيك اللي قاعد يسوي معاها؟ فشلها واحرجها قدامنا؟ قلعتها تستاهل، ما حد قال لها تقط الفوطه كذي على ولدي. عودة حبايبي مرة ثانية مع نجومنا محمد. بعض الناس أو بعض النقاد قالوا يقولون أن المسلسل كان الرتم ماله بطيء. بطيء، أي هذا الاتهام كان يمكن من اتهام تعتبره أنت ولا يعني صح؟ هو والله أنا ما أشوف إن رتمه بطيء، يعني أنا يمكن اللي يميز يمكن النصوص يعني باقي النصوص أن أنا أعطي كل حدث حقه بالتدريج. صحيح بالتدريج، يعني أحسن ما تكون الحلقة مثلا مشحونة أحداث وتضيع من المشاهد ما يشوفها. الحين في يعني مسلسلات هذا يقول رتم سريع عفوا منه، يعني هل هو شايف أكلة ولا طبخة؟ يعني لازم في احداث متسلسله. هي في انتقاد قريته لاحد الاخوان الصحفيين، مع احترامي كل ارائهم، يقول لك انه احداثها بطيئه. لا تتوقع مني انت كمشاهد انه انا اعرفك بكل الشخصيات وبكل ما يدور في حلقه واحده، معناته انا خلاص اختزل العمل كله في 7 حلقات وانهي العمل. لكن انا اعطيك بالتدريج الاحداث واعرفك ومهد لك الشخصيات تدريجيا، الثالثه الرابعه الخامسه التصاعديه الاحداث حتى لوصل للكونفليكت اللي هو الصراع اللي احنا نبيه، لكن انه انا اعطيك كل شخوصي وكل احداثي من الحلقه الاولى بعد مو صحيح. انت في اعتقادك اللي قال مو صحيح؟ لا لا، الاتهام انه الرتم بطيء لا 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 والله انا معاه عكس تدريجي اصلا، بدانا بدايه قويه المسلسل. يعني هذا وعلي معناته شغله كذي يحترق اذا انت ما تطالع الاحداث ورا بعض شوي شوي، واي باكر ايش بيصير؟ اذا ننطرها بيطقها مو طاقها مطلقها الحين. انا الحريم يمسكوني والله جد لما يعني اروح الغبقات وكذي يقول لي، عارفه انا هذا العمل شميز حق محمد بتشابك الاحداث بذكاء عنده. اي شابك الشخوص وشابك الخطوط الدراميه بشكل ذكي، لان الناس تسال يعني شنو بيصير الحين، راي البنتك ايش بتسوين فيه لما تدرين عنه انه متزوج عليها مو متزوج عليها، شنو بيصير؟ اقول لهم تابعوا وشوفوا، يطحنون يبون يعرفون السالفه اللي وراها. انت شو رايك في الموضوع؟ والله نفس ما تفضلوا، يمكن الناس اللي تحس ان رتم بطيء هذا يمكن الى حد ما متشوق يشوف الاحداث بشكل اسرع. مع احترامي حق يعني قد يكون ناحيه ايجابيه انه يشوف ان رتم بطيء. انا ما ايد ان رتم بطيء، يمكن هو في متشوق يشوف الاحداث. كل عمل كان سرعته في سرعته. طبعا الحين عندك بعض الاعمال، عندنا احترامي لك يعني استاذه سعاد، بصراحه يعني العمل مالها يعني وايد جميل وحلو متابع، والاحداث قاعد تشوف احداث 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 احداث. ليش ما قالوا ليش احداث بطيئه او سريعه او ما شنو؟ يعني ايش معنى احنا اللي قالوا عن مسلسلنا احداثه بطيئه؟ انت احمدي ربك اذا هذه من حقك، يعني هذا شوف احمدي ربك اذا ينقد في 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 بس في الزاويه. لو على فكره قد يكون هو رايه صح واحنا شايفين العكس، راي واحد ما يخالف. لا هذا هو وجهه نظره، يقول ان الاحداث بطيئه. المشكله في النقد لما يجي، هل اللي نقدني هذا في تخصصه نفسه؟ ما هم ينقدون في المنوعات، ينقدون في الدراما، ينقدون في كل الامور. مو المشكله ان في بعض الناس تطالع حلقه واحده يعني ما يتابعون العمل كامل. يا جماعه ممكن هذا ما تابع بدايه العمل، قال يعني يمكن شاف له حلقه او حلقتين قال الرتم سريع يعني بطيء. وجهه نظر برضه نحترمها احنا. احمد نفسيه الممثلين يعني انت لما تيجي تعمل انا ين انت كنت حامل والحين تبي ننتنا صبر تفضل عطني 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 يعني ما يجول في خاطر على الموضوع كله بالضبط على نفسي. انا والله الحمد يعني من بدايه العمل اقول لهم انا وفقت انه معي الممثلين يعني هالطاقم الجميل اللي ساعدني، ونفسية الممثل أنا والله الحمد دارس تمثيل، يعني أعرف أيضا لما أوجه ممثل أوجه كذا أعرف شلون ممكن أستفزه في شكل معين، أستفزه في مكان معين، أخذ منه اللي أبي. نعم. عرفت والله الحمد وفقت أنا على مستوى الممثلين، على مستوى التصوير، على مستوى حتى اليدد. أوه يا
حلو. اي لا والله الحمد. يا حلو يا حلو. لا والله الحمد وفقت. كان رفيجهم. والله الحمد يعني. محمد الدوسري. توفيق من رب العالمين بالكاست كله. عبد الله بلوشي، روان، أوس الشطي. أنا ما حبيت. دانا المساعي. أنا أخاف أضيع بالأسماء. لا 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 عشان أنا ذاكرتهم كذي... أنا المنتج حساباتي. أوكي. فباهم. حاسبين الفواتير. لا بس ليش أنا أذكرهم؟ لأنهم كانوا مع أحمد. هم يسوون المشهد من أجمل ما يمكن. فأحمد يقول أوكي برافو يروحوا له أحمد تبي نعيد مرة ثانية أستاذ تبي مش عارف إذا مو عاجبك نعيد شوف الممثل فيروحون يستانسون تبي نعيد نعيد ترى عيد يا أستاذ أحمد ما عندي مشكلة عندهم التفاني والإخلاص هذا التفاني فعلا يعني أنا وفقت في مجموعة الشباب بمنتهى التفاني الحقيقة يعني شوفي هدى أنت تحملت السنة عب جدك المشي أنا شاتي مجروح مش تعبت عب كبير من ممثلين جدد من كذا من كذا من تغيير شخصيات من الأمور هذه كلها بس برضو أنا جايش في السؤال أبي أكمل بالنسبة شنو الصعوبة تجد أنت في إنك شنو أوكي خلني من هيا شعيبي خلني من الأخت هدى خلني من شنو قاعد تصوخ هذا لا أنا مثل ما تقول أنا أمامي واحتراف كلام سليم يبقى أنت لونك الاحتراف شنو شوف أنت دارس قاعد احاكيك انا في اختصاص عملي اي انا كانت لي رؤيه معينه اتمنى اني اكون وفقت في تقديمها زين ويمكن انا يعني من أسوأ الناس اني ادافع عن وجهه نظري او اشرح اللي انا ابي يعني عرفت وما اكون مدافع عن نفسي مع العلم وبكي دافع عن أمي يمين اي لا هو اسلوبه انا بالعكس انا قاعد استمتع بالاراء النقديه اللي بعد العمل استمتع باراء الناس استمتع بكذا بالنهايه يعني مثل ما تفضلت استاذه هدى في بدايه الحلقه تقول الرضا عندها الى 60% لو كنت عامل كذا لو كنت عامل كذا هاي لازم لو لازم نقول هذه موجوده ايضا عندي انا موجوده ايضا عند استاذه من النجم موجوده عندي مثل ما قال ان شاء الله انا وصلت خلاص انتهى اي انا والله الحمد يعني يعني ما احب اقيم نفسي انتظر تقييم الناس عرفت ولا تظل تقييم النقاد المتخصصين نعم إيه. بس كنت اقول لك أن يعني لابد وان وجدت شيء مميز في العمل شنو والله المميز في العمل في الى حد ما يعني طبعا الثيمة الرئيسية للعمل انتصار يعني بالنهاية يعني الحقوق ردت لاصحابها هاي الثيمة الرئيسية لكن في شغلة في العمل ايضا كانت جميلة الى حد ما في انتصار للمرأة كان أنا لما أقرأ نص أو بشتغل منوعات بالليل أنام كذي أغمض أشوف العمل صوت وصورة جدا ومنتج وكل شيء بروحي أنت نفس الشيء؟ إيه بس أنت لما تنزل إلى الميدان أبو عبد الله في بعض الشغلات ما تكون متوفرة لك هني عاد أنت وتبدأ عاد أنت تحل المسائل تبدأ يبدأ الإبداع في حل المشكلات في حرفنتك هذه أيوة عرفت ما دام كذي انا اذا انا بوريكم انا شغله توسع صدركم شوي. لا تطولين ما يصير يا انت تبي تمشي الكل على مزاجك ما يصير. العيد هذا اللي مدت على اختي بكسرها لك. خلي القانون شوي كلنا مقتنعين باللي عندنا الا انت. انت كاثر الاغراض اللي بالاستديو. محمد شكرا وايد فاجأتني ما ادري ايش اقول لك. انت في بيتي يا جليل الحياه بس اموت ولا الميره تاخذ الفلس. خارتي. تبين الميرة تاخذ كل اللي سويناه. انت هتمان على بيتي وقطتيني وما كانت اغرب شيء عندي. انت قادره تمشين كلامك على ابوي ترى انا غير. مثلا واكيد جراح اضرب وضعينا ويتركون شلون حالنا صاير. حالنا صاير. داخل علي بشراح الاداره تدركك شو تسوي يا صرت واحد ثاني. حاسه بسعاده معك. انت وراها. لازلنا وياكم حبايبي وطبعا اوريكم بين فتره وفتره من الراحه عشان هي هذا يمديها تطاول الكوكب للحين ما جسنا احنا بس هي ترى صوب خوش كاكاو والله صحه وعافيه لا خلص تخذي القوطي معك انا بس نقطه بقولها حق هدى اول مره اقولها يا عمل هدى على فكره في مجموعه من الشباب والشابات الكويتيات من الدرجه الاولى نعم وهذه النقطه انا هنيها عليها للأمانة صراحة أنا جواهر أحلام المجموعة كلها يعني طاقة كويتية قصدك كوتت العمل. كوتت اللهجة الطريقة اللبس
مع احترامي حق الاعمال الثانيه، لكن انا كنت سعيده بالويوه الشباب الجديده، انه وكنت الاحظ ومستانسه بلهجتهم وبطريقتهم وبدشاديشهم بحركاتهم مع استاذ حسين المنصور شلون عياله وجه له تحيه وايد المنصور صراحه للامانه، وانا احييك على الشيء هذا. أيوة. هو كان بعد هي لنا احمد حريص يحب اللهجة الكويتية. هو طبعا احنا في زمن تداخل اللهجات، هذا شيء طبيعي، لهجة شامية لهجة مصرية، بس احمد كان حريص على المفردة الكويتية. في بالي هالسؤال لما تكلمت هوني عن نشمي وقلت ان ولد بطنها لما يكتب يعرف شو يسوونه. انت الان جدك المشاني يعني بدون مجاملة، في اعتقادي انك تحملت عبء اكبر من اللازم، منتجة للعمل مسؤولة عنه اولا واخيرا، دخول شخصيات جديدة، مخرج ولي أول مرة تتعاملين معه، خلنا من الأهل والهذا، أعرفك إنك دقيقة وحريصة أنت وايد، دخول مجاميع يوزع الكوكب، مجاميع شباب وايد عندك دخلوا يدت، كل هذا وبنفس الوقت ستؤدين دورك أنت كمل. والله أنا خلي محمد يحكم علي وأستاذ أحمد الشيخ ما يحكم، إحنا ندري إحنا ندري، بس لا أنا وقت الأكشن لا 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 ما لي شغل بحد. بعدين أحمد شايل عني كان كثير، إدارة الإنتاج شايلة عني، طاقم الإخراج أبو عبد الله خلي أقول لك لا 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 ما قلت لك في البداية، أنت لما الشاب الصغير إذا تعامل بالبداية مع كبار هني هذا توفيق من الله يعني، وحظ جيد بلا شك بلا شك. أي هذا أنا في الناس كنت بس بقول لك شيء واحد، لأنه يعرفون كان يقول لي خالتي مالت شغل ارتاحي مهنيا لأنه مش فقط كبيرين في فنهم، الكبار كبيرين في فنهم وفي مهنيتهم العالية يعني وعطائهم والمهنية أستاذ، يعني مثلا الممثل يعرف أنه في حدود معينه في كذا، البقيه عند المخرج عند كذا يعني. نعم. لله الحمد هذا اللي يميز الكبار عن والشباب ان شاء الله يقتدون فيهم يعني بلا شك. لا لا بس خلي بالك لا لا انا كنت افصل حكايه انه انا منتجه وانه انا يعني صاحبه العمل لا لا، في طاقم انتاج في طاقم اخراج قايم بالامور هذه كلها. لما ادخل المشهد مثلا عندي 5 ممثلين لازم انا اعيد بكائي او صراخي 5 مرات عشان قطعتك وقطعت هيا وقطعت احمد وقطعت فلان وقطعت فلان، 5 مرات نفس البكي، 5 مرات نفس الصراخ، 5 مرات نفس الاداء عشان يوصل حسي لعيالي اللي قاعده اتناقش معاهم. بلا شك بلا شك. بس احمد لا كان فوق طاقتي. اي يعني انا كنت في شغلات معينه كان فوق طاقتي صراحه، ما ترفض انها تسويها، لا اقولها لا هذه لازم تكون كذي، ما انا قاعد اقولها ويكون في نقاش، اقول بس هالمره انا ابي كذي وللامانه، لان هي ايضا عندها مهنيه كبيره مش فقط فن كبير، فتستمع في وقت هذا لله الحمد وفقت مع كل ممثل. شوف انا حقيقه يعني هدى اللي قالته في البدايه وجد يعني انا اخوك العود ممكن اكيد استاذ محمد اني اتعب اطلع جيل، اتعب عليه واطلع جيل، انا سيكون لي الفضل في 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 تربية هؤلاء الجيل الجديد بفضل الله، أوقفهم بوسط هيا ومجموعة كبيرة من الفنانين كذا إلى هذا شيء. علي الحسيني نسيت أقوله أيضا كان في نقد إنه شلون أحلام أم علي الحسيني، أحلام أقنعتني إنها أم علي الحسيني وأنا أقنعتك شطورة، لا قاعدة أقول لك لا 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 شطورة، بس أحلام يعني أيضا العمر بينها وبين الحسيني صحيح في شوي، بس أيضا أقنعتني بقعدتها وبشياكتها وبأدائها مع علي الحسيني اللي أدى الشخصية جميلة اللي هو خلافاته مع أبوه مع أمه وكان هو الميزان مال البيت صحيح. فأيضا علي الحسيني عشان لا في اعتقادي لو شهادتي تقبل أنكم عملتوا شيء جديد في كل شيء، كاتب تمثيل اخراج التعاون التكاتف، ماني شايف احد يشكي من الثاني، السمعه نظيفه. الحين خلونا عاد من الجد وخلنا طلعنا من اعطينيش انت كوميديا ما قولي لي ايش صار بالامانه واعطيك قوطي الكوكاو كله حلو. يلا عجبتني هذه الكوكاو شفتي. يلا قولي شنو تبي؟ قولي ايش حصل في الفيلم من مواقفكم. اقول لهم على قبل ولادتك انا
على شنو؟ وقفت قلوبنا، وقفت قلوبنا والله. اي قاعد اطلق، قاعد اطلق، طلعت من اللوكيشن رحت ولات. اي والله يا سب محمد سوت صدق والله، والله العظيم خلاص الله يعطيها خلاص ما في خلنا قلدك، عافية خلنا قلدك هني. هي جات على ويل تشير، زوجها جايبها استاذ هاني، دخلت اللوكيشن من الطياره للوكيشن. الطياره كان عندها عمل بالسعوديه الله يعطيها صحه، لانها مضطره تروح لان عقد والتزام عرض نسائي والناس بايعه تذاكر ما تقدر تعتذر يعني خلاص ما في اعتذار. جات على الويل تشير ياهل يبحث هني وحط يديني على وجهها نار شابه يعني مو والله اوفر تبالغ ولا شيء نار. لا من صجها صجها المره. لا لا انا خفت، انا خفت، قلت له احمد ترى الولد باي لحظه بينزل. والله كان يقول لي احمد بذمتك خالتي، والله العظيم احمد ترى انا بوقف على المشهد لا طلقت ولا شيء. سوري انا اسف لا طلقت احمد قول ستوب. قال خالتي ما فيها ستوب اروح بيتها. كنا نصور بمستشفى السيف حتى ذهبوا لي دكاتره. والله ما قصروا مستشفى السيف والله عندي دكتورتي ابيها. قالوا احنا ستاند باي مستشفى السيف، كنت اصور خفيفه. قالوا لي ستاند باي وهبه هاشم مديره الانتاج قلت لها قولي حق الدكاتره في اي لحظه الحين بالمشهد راح الولد ينزل المستشفى يا امشي روحي بيتكم بلاها المشهد انت حايل علي يا هيا خلاص ما تقول والمشهد حزين والله العظيم استاذ قاعده يا يما تسمع السالفه الحين هي جايه بالراكور واحد اللي هو اللبس واحد ولها مشهدين طبعا قبل المشهد لا قلت اكشن قالت وبعدين وياك يا بدريه قويه والله العظيم قالت له وبعدين وياك يا بدريه بعدين كان يقولون كات بدل الكاميرا هاني تنادي زوجها هاني يا بنتي بلاها ما نكمل ابدا انت ماخذه موعد وهالناس كلها والله العظيم يعني هذه ما نسالها يا انت جايبه هالناس كلها والله ما لو ان شاء الله اولد اخلص المشهد اخلص المشهد قال اكشن قالت لها زين ولدك شو معك انت المسجد اللي اقف فيه يوم قلت حاسه خلاص تقولي لي قعدي قعدي هي انا وقفت كانت تقول بعد قلت لها قعدي قعدي قلت لها انزل قعدي والله وقفت قلوبنا بس شنو ويا المشهد خلت احلام تقول اسم حصه وحصه اسم مدري ايش ربطت الدنيا كلها احنا بالمونتاج تداركنا هذه الشغله انه حتى الاسماء غلط والله العظيم تدري ايش قالت في مشهد طبعا اشوى انه ما طلع حق الناس شو تقول لك وانت قاعده قبالها في المستشفى الحلقه الاخيره تقول لك بدريه وهي اسمها بدريه تقول لك بدريه بدريه قوموا روحي بيتكم وانت اسمك حصه كان اقول وي قالت بدريه قصوها قصوها رحت احاكي احلام كان تقول لي هدى لهقتني الولد بينزل انا نسيت اسمي نسيت الحوار طلق يا جماعه الخير جايتكم من الطياره زين مني والله كفو والله بغيت انزل ما رضى والله بغيت اكنسل المشاهد الاثنين قالت مهمه وسينا يعني هذا المشهد ابدا نكمله مو قال ستوب خلصنا شو تقول هاني شيلني عارفيني رايلي طافيني راحت ولدت والله يعني شوف هذه معاناه جد كلمك ما حد يدري طبعا الناس دائما لهم ما يرون على الشاشه والله يعني هذه حقيقه على فكره عندنا اوس اللي ماخذ دور ولدي يا حلوه ويا زينه اخوه لقينا قطاوه عند لوكيشننا ولدتهم امهم اربعه وحطيتها بانستغرامي واروح اشتري لهم الماميه واشتري لهم الحليب وهو يتبنى اثنين وانا تبى اقعد ارضعهم واحمد يقول اكشن قاعد ارضع القطاوه امطر احمد يطلب ويسكت يقول حرام هم روح وبشرب اي والله وعلي ماتة وما تهنوا بالرضاعه ما كم هاد ولا بان بس بس والله انك حقيقه بطله وضحيتي ويعني هدى جده كمش يعني استمتعت معاها جدا حبيبتي بعد جدا هذا يدل على هذا ملك بالاخراج ملك والله شوف مش ملك يظل بعد يتعلم وسيتعلم اي الخاله ايه اي ما يرضى الحين لا هوست على قد خالتي لا بعدين بالاكشن بعدين اقول اكشن خالتي اشتغل مع ابوه بشتغل مع استاذ فؤاد بس قالوا لي احمق وعصب ويطق شنو يطق لا يحوشك
مراهق من 50 لا لحوسك كان نحاس لا هو حازم بالعدل والله شوف يعني كل الكل قاعد يشيد بالثاني بشهاده ولو كان في اي شيء كان انقال الحين وهذا دليل على حقيقه ان كنترول كان جيد من كل النواحي وتربطكم الفه وانا حقيقه نيابه عن كل الشباب وكل مشاهدين تلفزيون الكويت وكل من شاهد العمل هذا وكل من اشتغل معاش نيابه عنهم وسام احط على صدرك شكرا استاذ محمد ما تقصر شكرا بانك تبنيتي شباب بانك حقيقه يعني كاتب يمدح ويشكر مخرج يعني يشكر صبري يعني بعطيش كوكب هي طبعا يعني فلا يسعني في ختام هذه الحلقه الا ان نيابه عن كل مشاهدين تلفزيون الكويت وكل من شاهد العمل هذا اتقدم بالشكر الجزيل لك هدى بنيتنا الغاليه انت طبعا كنت اسميك انا اموره التلفزيون والان اصبحت السيده على فكره مسرحياتكم الجايه اي الحين ان شاء الله احنا شو اسمها؟ يعني في عروضنا ملكة الظلام وأنا ملكة الظلام ملكة الظلام أنا 2021 مسرحيتي سج هالرقم هذا مشتراني على المسلم كل رعب 2021 حتى لهجتنا غير أنت آخركم بتصيرون سحر على ما أعرف حبايبي كل الشكر والتقدير مهدى لكم من النجوم المفضلين أمامكم هدى شكرا لك يا أبو محمد أبو عبد الله أنا الحقيقة سعيدة معك واستانست وما حسيت بالوقت مر علينا نقول لكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك انا ما تكفيني ساعه ساعتين معاكم لكن وايد حبيبي طول لي عمرك ان شاء الله اقول لك الف شكر لك على المقابله الجميله الله يطول عمرك وتم انت ملك بمكانك وكرسيك الله يخليك الله يعزك وايد احنا سعيدين بوجودك ونقول لكم عساكم من عواده جميعا الله يوفق الجميع عايدين غانمين طول لي عمرك الاستاذ محمد انا فخور بصغر سنك بانك انجزت عمل مثل هذا أنا والله جدا سعيد بوجودي مع الأساتذة في لقاء واحد وشكرا لك على هاليمعة الحلوة طول عمرك ويا حلو يمعتنا وعيدكم مبارك حق كل المشاهدين سعيد إن شاء الله ولد رفيجي طول عمرك عمي أبو عبد الله أنا سعيد طال عمرك أن أكون في استضافتك وفي استضافة تلفزيون الكويت وسعيد جدا أن عملي عرض على شاشة تلفزيون الكويت اللي هي أصلا الأم. بيتي طبعا الأم. وأقول حق الناس كل عام بخير وعيدكم مبارك تلفزيون الكويت بالنسبة لنا كلنا من أطفال إلى أن ترعرعنا في ظل هذا الجهاز حقيقة الموقر بكل قياديين طبعا لهم الشكر الجزيل ولكم الشكر الجزيل عساكم من عواده يا رب ان شاء الله يعطينا طول العمر ونشوف أجيال ان شاء الله يا رب اترككم برعايه الله وحفظه ولكن قبلها انا وعدتك اني بعطيك الكوكاو هذا خلنا نشوف كنافه كي دبليو هذا طبعا الكنافه وعدونا ان في كل حلقه بيمون كنافه ولون غريب تليفونهم 6404432 مشكورين جزاكم الله خير لتزويدهم كنافه طبعا مميزه شركه عالم العصير يعني عالم العصير بانواعه مثل ما تشوفينه ايضا سيكونوا مرافقين عندك كل سهراتنا مشكورين تليفونهم 22524435 ما يعرض على عاجل ويقول لا فرع الدشمه ولديهم ايضا 8 فروع اللهم بارك وزيد يا رب ان شاء الله ونشوفهم 600,000 فرع وشكر خاص طبعا للاخت هيا شبكو هذه مسويه فانتازيا اي فانتازيا كحت يلا مدام تكملي اقري شنو الحلويات؟ ديليزي تليفونهم 5099947 4 كل الشكر والتقدير لهم حقيقه مساهمتهم معانا واكرام ضيوفنا بهالحلويات الحلوه ان شاء الله حبايبي اترككم والله انا بودي ساعات ولكن الوقت ادركنا كل عام وانتم بخير عساكم من عواده ان شاء الله قعدتك ما تنمل الله يطول لي عمرك واتمنى اشوفكم ان شاء الله باعمال اخرى افضل وافضل يعني ان شاء الله يا ربي وطبعا انتم امتداد لمن قبلكم ان شاء الله ويعني شاتي مجروحه فيكم لانكم انتم حقيقه السنه تميزوا تميز ما بعد تميز بهذا كل الشكر لكم والتقدير احبائي اترككم برعايه الله وحفظه عيدكم مبارك تقبل الله طاعتكم ان شاء الله حفظكم الله مع السلامه.